السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت لوالمارت، قلت نصور البنات الكينوا وشي السيت اللي كيسولوني عليها، ودابا نوريهم لكم في اخر الفيديو لانهم متوفرين عندي. وهنا بغيت نوريكم هذا العسل، هذا الرو اند هوني، صراحه زوينه، ديما كناخذها كتعجبني. وهذه المره جبت هذا الكبير، بغيت نجربه الساعه، صراحه جاني حلو بزاف، سو غنخليه البسبوسه وداك الشيء. المهم هنا خاصيني شي حويجات غناخذهم دغيا دغيا ونمشي للدار باش نوجد معكم واحد الدجاج اللي كيجي رائع رائع جدا. هنا جيت ناخذ ليانا بالطوفا ديال البرد، ساعه ما لقيتش السايز ديالها، لقيت يا صغيره يا كبيره، سو ما خديتهاش ليها. وصراحه البنات راه انا كنت وحشكم وكنغبر عليكم، ولكن راه غير مع الوقت، راه ما كرهتش نحط لكم كل نهار فيديو كي كنت، ولكن راه ما كنقدرش هذا الشيء. علاش وجيت نوري لصحاباتي وحباباتي هاد الطبيصلات اللي ديما كيسولوني عليهم. صراحه راكم عارفين انا كيعجبني الكحل والبيض، وفي الحقيقه لا يعلى عليهم، كيجيو في الحطه زوينين، وحتى لا كاليتي باش مخدومين غادي تعجبكم. المهم راه جابوا فيهم الكيسان، جابوا انواع اخرى. المهم هنا البنات جيت ضربت الدوره، قلت نشوف يعني شنو كاين وناخذ هكا حويجات اللي خاصيني. وهنايا جيت ناخذ الميكاب، هاد ترو ماتش صراحه ننصحكم به البنات، هو صراحه زوين بزاف وكيليق بجميع انواع البشرات، وراه فيه لي تان تاع على حساب اللون ديال البشره ديالك. هاد ترو ماتش ما نعاودش لكم شحال زوين، انا شخصيا دابا كنستعملو اكثر من 4 سنين الحقيقه زوين. هذا الباودر ديالو حتى هو صراحه غزال، وواحد النوع اخر اللي صراحه حتى هو دي ما عندي، هو هاد الشكل ديال لوريال، صراحه خطير وغادي يعجبكم وحتى هو زوين. وكما شفتوا الاثمنه ديالهم راه ما غاليينش بزاف، يعني الاثمنه مناسبه، احسن الواحد ما يبقى يدير ديما داك سي 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 كريم ديال اولتا، اللي انا صراحه ماشي ديال يومي. هادو تقدروا تستعملوهم بشكل يومي فهما جد جيدين. هنايا هاد الليبستيك صراحه اللي حتى هو زويون، وديما كناخذ هاد لا مارك فهي كتعجبني احسن من اي ماركه اللي تقدروا تستعملوا، وغير جربوه وردوا عليا ان شاء الله. دابا ندير لكم فيديو. المهم البنات انا كنشارك معكم فقط وجهه نظري والريفيو ديالي على البروداكت اللي كنستعمل، وانتم كيبقى لكم الاختيار، خذوا داكشي اللي كيعجبكم واللي كيتواتى معكم بطبيعه الحال. المهم هنا البنات صافي درت هنايا، خديت داكشي اللي كان خاصني كامل، هنايا لي ليبستيك، الاقلام، لي فاغا بوبيغ، المهم داكشي كامل اللي كنت محتاجه خديته. ان شاء الله دابا ندير لكم فيديو ونوريكم يعني كل حاجه والاستعمال ديالها وكل حاجه يعني والثمن ديالها ان شاء الله، لان هنا معايا بنيتي ما صلحليش نبقى مع التصوير ونخليهم، فانا فقط كنصور لكم حاجات خفافين واللي مهمين واللي تقدروا نتوما تعتمدوا عليهم وتاخذوهم بطبيعه الحال. وهنا البنات يعني راه لي فونديشن، راه الانواع والاشكال ما يمكنش غادي نصور لكم كل شيء. بغيت نوريكم هنايا هاد الضفار اللي صراحه غزالين، انا شخصيا كناخذهم فاش كنكون معروضه ولا فاش كنبغي نقاد ضفاري، فانا كنلصقهم عوض ما تمشي ديروا لي جيل، وخاصه وحده بحالي اللي كتدخل الكوزينه بزاف وهذا يعني ما كنبغيش ندير لوجيل خاصني نديرو وما ندير حتى شي حاجه. سو هادو كديريهم كدوزي بهم هذاك النهار ديالك، من بعد صافي كيبقاو حتى كيطيروا ولا كطيريهم في نفس النهار، وفهما كيجيو جد جيدين كيبانو ناتوريل بحال ضفارك. وصراحه غير جربوهم وردوا عليا، في الحقيقه كيجيو من داك الشيء. نشارك معكم واحد الكولا اللي كنشريها في واحد البلاصه مختصه غير بهذا الشيء ديال النيلز، كتلصقوهم ما كيطيحوا لكم حتى شي حاجه، كيبانوا ناتوريل 100%. المهم البنات هنايا خديت واحد الشكيلات منهم حتى همايا، بالنسبه للصباغه عندي لانني كنت مؤخرا خديتها من تارغيت، ان شاء الله دابا ندير لكم واحد الفيديو فيه ديال المشتريات وداك الشيء اللي ان شاء الله غادي يعجبكم. هنا البنات اللي كتبغي هادو للدار صراحه زوينين،
المهم هما ماشي شي كاليتي، ولكن هكا شويرطو دي باردور دايرينهم بشي 7 دولار. انا صراحه ما خديتهمش لانني خديت واحد الشكل سبورتيف، هو هذا. انا كنعتمد على داك الشي سبورتيف اكثر. فهاد ستيل صراحه غزال كما كتشوفوا، خديت هذا مع الطوب ديالو، والاخر خديته بوحدو. هادو تقدروا تمشيو بهم السويمين بول، تقدروا تلبسوهم هكا في الدار مع التيشورت وهذاك من التحت. المهم كل واحد يدير داكشي اللي كيبغي، فانا هاد الشكل هو اللي كيعجبني. وصراحه لقيت هاد اللوينات هما ديجا ما عنديش وخديتهم، وهانتوما الثمن راه كيديروا شي 12.98 الواحد. وحتى الفوقاني نفس الثمن، ما كاينش الفرق بين الفوقاني والتحتاني، فكلهم دو سيم برايس. هادشي اللي كاين البنات. المهم من بعد رصايا الماس هنايا الهنديه، كنت مشيت لهالابينو خديتها. في الحقيقه كيجيبوها الصيف كامل، دائما كتكون عندهم ومتوفره عندهم يعني بكثره. مره كنجيب الحمراء، مره كنجيب الخضراء. المهم كتعجبني، وصراحه بنينه واحد الحلاوه فيها تقولوا ديال المغرب، تحلفوا عليها الا راكم شريتوها في المغرب وجبتوها. سو دابا غنمشي نقيها وناكلها ان شاء الله، لان اش غنقول لكم، الهنديه شي حاجه زوينه، وكما كتعرفوا عندها فوائد صحيه، فهي صراحه موجوده هنايا وراه ما كيغليوهاش كاع. الا غلاوها كيوصلوها ل2 دولار ونص الباوند، 3 دولار، ما كيفوتوش هذا. هما كيبيعوها بالباوند، دي فوا كانوا كيكونوا دايرينها غير بدولار ونص الباوند. مهم نتوما وزهركم. هنا البنات جيت بعد ما جيت لداري، هنايا جيت نشوي الفليفله في الاير فراير كما كتشوفوا. فانا درت 4 تشواو وثاني زدت هاد الجوج، كنرشهم غير هكا بسبراي ديال الزيت صافي، وكنسد عليهم الاير فراير حتى كيطيبوا وكيوجدوا لينا. كندير لهم 15 دقيقه في الاير فراير صافي، وكنشعلها. سوري ما عادش نقص تما صافي، وكتشعلوها وكتخليهم هكا، خليهم واحد 7 دقائق وعاودوا قلبوهم، و7 دقائق اخرى صافي وكيوجدوا ليكم. وصراحه كتجي التكتوكه بهم رائعه. هنايا هاد المطيشه بهذا الشكل ديال المطيشه، هذه كتكون اورغانيك وكتكون هذه احسن من ديك المطيشه الطويله. هاد الشكل كيجي في التكتوكه بنين، منين تبغيو ديروا التكتوكه ولا تزعلوك خذوا هاد المطيشه، منين وطياب العادي خذوا مطيشه اللي طويله ماشي مشكل. فانا شخصيا هذه في الزعلوك وفي التكتوكه كنعتمدها، واحد المذاق تيجي ولا اروع. المهم هنايا غسلت المطيشه ديالي مزيان، قطعتها، درت واحد 4 تومات كبار، لانكم كتعرفوا التكتوكه والزعلوك راه كيبغيو الثومه والزيت البلديه، ودرت زيت العود غنخليها تقلى مزيان. من بعد جيت نحط في الاير فراير هادو اللي ديجا سبق لي وجدت معاكم، الرجيلات ديال الدجاج اللي صراحه كنديرهم بالسماق اللي هو الاناتوسيتس، كيجيو هائلين، ويعني الشرموله سهله فيها اليوغورت وليبزار ملحه خرقوم داكشي كامل، واللي زايد فيها هو الاناتوسيتس مع دبس الرمان. هنايا بعد ما تقلات لي مطيشه مزيان، خليوها حتى تعلك لكم مزيان، زيدوها واحد المعلقه ديال لاصوص طوماط، وضيفوا ليها الفلفله والقزبر مقطع هكايا، والملحه ديالكم وداكشي كامل، كتجي شهوه منها ما نعاودش ليكم. صراحه لذيذه وغتعجبكم وغتعجب الازواج ديالكم بطبيعه الحال. هنايا درت زويته بلديه غنقلي فيها الفليفله، هاد النهار جاتني على الفليفله، تشهيت فليفله بجميع الانواع. وصراحه فاش كنبغي ندير هاد الشيء واش كنجيب هكا كونتيتي شويه كبيره ديال الفلفله، وكنستغلها يعني في نفس النهار باش كتكون اول حاجه طريه وكتوجد لينا. وهانتوما البنات شوفوا الدجاج ديالنا على لون جاي فيه كيحمق، والمذاق ما نعاودش لكم. المهم درتهم 15 مينيت، وعاوتاني غنقلبهم على الجهه الاخرى 15 مينيت، وكيكونوا واجدين وكيجيو ولا اروع. وبالنسبه لهاد الاير فراير البنات، هذه راه اير فراير وبريشر اون دو سيم تايم، راه عندها المخطه الاخرى ديالها، راه فايت لي شاركتها معكم العام اللي فات ولا عامين، هذه مناش خديتها. المهم راه زوينه، زعموا عليها غتعجبكم. وصراحه كطيب لي من داك الشيء اي حاجه درتها فيها فهي كتجي رائعه. وهانتوما غير من الدجاج غيبان لكم كيجي بحال شويتي على الفاخر،
ولكن خاصكم تعرفوا الطريقه باش تستعملوها والوقت شحال ديرو. وهانتوما راه الريزولطا طوب. ودابا غنقدم بالنسبه للتقديم، درت هذوك لي سايد هكا في طبيصلات وحطيت هكا جوج رجيلات ديال الدجاج في كل طبصيل، قدمتهم هكا بهاد الطبيصلات طوالين. المهم الانسان كيبغي غيه، وكنبغيو نستعملوا هذوك الطباس اللي ديما غير محطوطين محطوطين لابسهم البلاكار، اللهم نحطوهم. ومره كيعجبني نحط في طبيصلات دي غوند، مره هكا طوالين، مره مربعين وهي غاده. والله يرزقنا يا ربي غير الصحه والسلامه. واهم حاجه لنا تجربوهم ان شاء الله. النيكست فيديو راه غادي نصور لكم الدجاج بالتسبيله ديالو دو ا زد، وكنتمنى تجربوهم. ومنين خرج جبت معايا واحد الزيتون كحل، صراحه ما عجبنيش صغيانا فواغ بديال المغرب، ولكن بعدا جبتو لان كنت مشهيه الزيتون الكحل. فان شاء الله فاش نمشي للمغرب غنجيبو معايا، لان ديال هنا واخا كنشريه بانواع واشكاله ما كيعجبنيش سبحان الله. يعني الزيتون حنا عندنا في المغرب راه لا علاقه ليه بهنايا. وهانتوما البنات جوج طبيصلات ديالنا، واحد ليك وواحد اللي عزيز عليك. وغنمشيو ان شاء الله للطبيله وغنحط الالماس الطبيصل ديالها باذن الله. وفهذا كيجي زوين. وبالنسبه للخبز البنات انا درت غير البيطا بريد، لان هاد الايام عاكزه على العجينه، فالبيطا بريد صراحه كانت هنا. من بعد البنات فاش كلينا وتغدينا الحمد لله وشبعت الكريشه، جيت نوريكم لا كوموند اللي خديت من امازون، اللي صراحه كانت كوموند كبيره شويه، ولكن خديت من هذاك الشيء اللي كنت باغيه. هادو حويجات لي ايسونسييل انا محتاجاهم. واول حاجه هي هاد 3 ايباد اللي انا نصحكم، هي سيلفي و 3 ايباد اون دو سيم تايم، وفهي صراحه يعني سهله باش تستعملوها وغتعجبكم. وخديت هادو، هذا ديال الخبز، واحد القطاعه باش كتشرحوا الخبز، صراحه زوينه، واحد الموس فني وين كيشرح الخبز من داك الشيء. المهم فاش نبدا نستعملو وغنشاركو معكم باذن الله. هو كيتباع مع اللامات ديالو فهو زوين. وهذه انا غنحلها معكم ونوريها لكم. ها نتوما السميه ديالها، فهما موجودين في امازون بالثمن اللي تبغيو، كاينين غاليين كاينين رخاصين على حسب انت وجيبك وشنو الحاجه اللي تبغي. فانا البنات ننصحكم من تجربتي، ديما كنشري لي 3 ايباد، هذه ب 16، هذه ب 20، هذه ب 30، هذه ب 45، فكلهم ما كيصدقوش ليا. هذه صراحه رخيصه لانها سيلفي، خديتها بشي كنظن شي 30 دولار. وخديت رينج لايت، خديت دابا تشوفوها هي رينج لايت و اوميم طون راه 3 ايباد، لان حتى هي كتهولدي لك التليفون وكلشي، ب 150 دولار. دابا نوريها لكم في لا فيديو. فهادو احسن ما تبقاو تشريو هادوك الصغار وتبقاو توقفوهم، بقاو هكا مع بنيتي انا صغار كنكون حطاهم كيجيو كيقيسوا لي داكشي كيطيح. هادشي علاش كنعجز ما بقيتش كنصور لكم، ولكن ان شاء الله دابا راه غنولي نصور لكم ونشارك معكم الحويجات اللي نتوما يعني كتطلبوا مني. وتا انا البنات راكم عارفين ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. هنايا غادي نوري لكم وحدين ديال الباغيت، واحد لي بلايت ديال الباغيت ولا طاوات ولا ما عرفت شنو كيتسموا باذن الله. فهذا غادي نحل معكم الموس تشوفوا كيفاش داير. هنا البنات كيتباعوا مع هاد اللامات، ما عرف هذا اللي خديت شحال فيه من لاما. المهم بالنسبه هذوك اللامات نتوما راه كتختاروا العدد اللي بغيتو، وكلما كانوا كتر كلما الثمن ديال هذه كيرتفع، نتوما اختاروا داكشي اللي بغيتو. انا كنظن هذه خديتها بشي 8.99 9 دولار، فهي صراحه مزيانه. وشفت بها يعني ناس اللي كيستعملوها باش كيشرحوا الخبز، كتعطي واحد المنظر ما نعاودش. هنا البنات خديت لي كيسز ديال الابل ووتش، وخديت لي الباند ديال الابل. كيما كتشوفوا خديت انا ترونسبارون، هما في الحقيقه كاينين في الالوان، كاينين في الدوري، كاينين في الفضي، كاينين في هذاك الغوز بيبي. فانا فضلت ناخذهم سامبل لان ما كتعرفيش شنو، كيما قلت لكم البنات يقدروا يكونوا يعني كيتحيد ليهم هذاك اللون، فانا ما ثقتش لهم ما خديتهم ترونسبارون، خديت هاد لي باند بهاد الالوان.
خديتهم حتى هما فيري سامبل. كاينين اللي في الالوان الغوز داكشي اللي بغيتو، راه الالوان كاملين موجودين، وكاين اللي كيتباعوا 10 في الباكيه 6 في الباكيه وكيكونوا رخاص بزاف. انا خديت هادو جوج ب 17 دولار لان الكاليتي ديالهم زوينين. ونيت في الابل ووتش، راه مشيت مره اخرى شفتهم كنت بغيت ناخذهم في الابل ووتش، لقيتهم كيديروا 49 دولار الوحده بحال هادو، فانا خديت جوج ب 17 دولار. يعني هادوك لي باند من الاحسن تاخذوهم من امازون حسن من الابل ووتش، لان الابل ووتش كيزيدوا يشارجيو عليهم بزاف. ديفيرنس بين هادو هادوك ان الاخرين كيكونوا في العلبه ديال الابل ووتش. هادشي اللي كاين هنايا، هادي ديال الباكيت الماس ليتمي، سمحوا لي البنات، هادو ديال الباكيت البنات خديت انا ديال جوج، ديما كنوردريها كنلقى غير وحده اللي كنلقى، ما كنلقاش ديال جوج كنعاود نكنسل الاوردر. المهم حتى لقيت ديال جوج، في كل وحده فيها أربعة. يعني هكا الانسان الا بغى يدير شي مرات 8 د الباكيطات باش يبقاو ليه، تكون عندك هكا جوجات. هنا البنات هاد الكرتونه الكبيره هي اللي فيها رينج لايت، خديت انا الكبيره لان صراحه مهمه، وكاين واحد الفرق كبير بينها وبين بلا بها، فالحقيقة مهمة. وكنصح البنات اللي يلاه مبتدئات في التصوير ياخدوها، لأن كتغير الكاليتي ديال التصوير. فهي الاسم ديالها هي نيوير، فهي صراحة غزالة، فيها التليكوموند ديالها، فيها الإضاءة، داكشي اللي غيعجبكم، فيها التري ايباد اون دو سيم تايم فاش كتعلقوا التليفون، هداكشي كله كيجي معاها. وفهي صراحة مهمة. دابا غادي نلصقوها ونوريوها لكم. انا في الحقيقه ما قدرتش نلصقها، فعيط لراجلي هو اللي لصقها ليا. وفيها هنايا الشارجور ديالها، وفيها هذيك هذه اللي كتكونيكتيها مع التليفون باش منها كتبقاي تشعلي الا كان التليفون لاصق. المهم داكشي كامل راه كيكون فيها المانويل اللي كتقراوه وكتعرفوا كل حاجه لاش كتصلح. وكنتمنى البنات نكون فتكم ولو شويه، وشكرا لكم على حبكم ودعمكم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الحباب والاصدقاء، وتخليو ليا لايك وكومونتير، وكنحبكم. وشكرا البنات، فانا ديما معاكم، وديما ان شاء الله غنولي نحط لكم الجديد، ولا غبرت عليكم عرفوا بان ظروف اللي كتخليني نغبر عليكم. ان شاء الله اما قريب غندير لكم فيديو غنوضح لكم بزاف ديال الامور اللي ما عارفينش اللي هما الاسباب اللي كتخليني نغبر على اليوتيوب، وعلاش كنبقى نحطو ثاني كنخبر. راه صراحه ماشي لخاطري، ولكن كيجيوني شي حوايج اللي كيكونوا اهم من التصوير واهم من اليوتيوب. ان شاء الله عما قريب وغادي نشرح لكم كل شيء باذن الله. خليتكم على خير.